وحشتني قوي يا عصفور. وانت كمان قوي يا بت. قول لي يا اخويا عاملين فيك ايه هنا؟ الحاره كلها قلقانه عليه. انا كويس ما تقلقيش، بس اوعي تجيبي سيره لحد انك شفتيني هنا يا بت. ما تخافش يا اخويا عيب. بقول لك ايه؟ بيرم ما جالكيش ولا سال عليكي. جه المنيل على عينه قطعه واخد اللي فيه النصيب وبكرش من الحار. ده طلع واطي قوي يا بت، بس انت طلعت ب 100 راجل. ما انت راجلي برضك يا عصفور. وحشتيني يا بت. ريالك توهية، انتوا مش قاعدين في كازينو يا حبيبي، هتقعدوا انتوا الاثنين بأدب، خليكوا قاعدين، هتقلوا أدبكم انتوا الاثنين بره. يا باشا بقى حرام عليك، ده انتوا خدتوا لي الدخلة يا باشا. يا باشا ما سيبنا نفك شوية يا باشا، خمسة بالحب يعني مش هيجرى حاجة. انت مجنون يالا؟ عايزني اقعد لك ورمي ولا ايه؟ العفو يا باشا مش القصد، بس يعني سعادتك ممكن تعمل عبيط عشان اخوك الصغير عصفور. بقول ايه يا باشا؟ ما تاخد حضرتك سجارة كده وفي استكانة الشاي بتاعك وتطلع تشربها بره في الهوا، سيبنا بس نعيش اللحظة. مثلا ماشي، انا هروح الحمام واجي على طول. ها؟ ومش عايزكم تتشاوا قوي، انا منقي الاوضه دي بالذات عشان كلها كاميرات، البوابين قاعدين بيتفرجوا عليكم. شفاكم الله وعافاكم يا باشا. ميرسي يا حبيبي. يلا يا بت نمتع البوابين. وحشتني قوي يا عصفور. وانت كمان قوي يا بت. بقول لك يا نتاشا، انا كنت عايزك في موضوع مهم كده. اؤمر. انا كلفت بمهمه قوميه قد اعود بعدها وقد لا اعود. ما تقعدش فين يا عصفور؟ الوسادة الإسرائيلية. الوسادة الإسرائيلية دي عصفور؟ الوسادة الإسرائيلية جهلة، ده جهاز عندهم هناك زي جهاز الأمن المركزي عندنا هنا، اخترع بطل خارق. البطل الخارق ده زي بالظبط، بس زودوا عليه خاصية الاختفاء. مش فاهم. خاصية كده يعني إن إحنا ممكن نبقى قاعدين وهو معانا في نفس ذات المكان وإحنا مش شايفينه، وأنا مكلف بالقبض عليه. المهم واللي أهم من كده إن أنا عايزك وأنتي قاعدة في البيت يا أختي تبقي تقلي، وأنتي داخلة تستحمي، ده إذا يعني فكرتي تستحمي، بيخش يستحمي بهدومك يا أختي، ما تضمنيش الظروف، جايز يبقى واقفلك على الكبانيه أو على الحوض بيتفرج عليك يا نتاشا. يا أخويا وماله، ما استحماش خالص لحد ما تقبضوا عليه. جدع يا بت، الأهم من ده كله لو جرالي حاجة، إذا جرالي حاجة يعني، عايزك تبقي سايح في قلب الحارة إن عصفور مات بطل وما كانش هافق، وإن عصفور كان هو الرجل العناب واستشهد من أجل مصر. استشهد من أجل إيه؟ من أجل مصر يا أخويا. من أجل إيه يا نتاشا؟ من أجل مصر يا عصفور. وحشتيني أوي يا بت. وأنت كمان يا عصفور. يلا بقى قومي ارسعيني بوسة قذرة من بتوع الأفلام. يا باشا إيه الفصلان ده يا باشا؟ ده مؤاخذة عصفور، كنت لاقف في السوستة. شفاكم الله وعافاكم يا باشا.